أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه. يا حبيبي يا ربي يلي جمعتنا هالليل على طاعتك بغير حول منا ولا قوة، جمعنا هكذا قدام حبيبنا رسول الله. أمين. يا ربي شوف فينا هالليلة واحد تشوف اللي عمره ما تسخط علينا يا ربي. يا ربي هاب المسيئين منا للمحسنين. أمين. الله يشفع فينا خيارنا. أمين. الله يرحمنا بمرحوم فينا. أمين. اللهم استرنا فوق الأرض. أمين. واسترنا تحت الأرض. أمين. واسترنا يوم العرض عليه. والدينا والديكم الله يرحمهم. له لا يعذب شي واحد من اهل القبله يا أمين. اللهم لا تمت مسلم حتى تتوب عليه. امين. الله يشفي جميع مرضى المسلمين. امين. يفرج كرب المكروبين. امين. وحوائج المحتاجين. امين. الله ينصر الاسلام والمسلمين. امين. الله يصلح وليداتنا وليدات المسلمين. امين. السي هشام الله يبارك له في الايمان وفي الدين والصحه. امين. الله يرحم له الجد ديالو. امين. والجده والله يلقي الله يبلغ لهم هذا العمل في اطباق من النور. امين. الوالدين حيينا السي هشام اسيدي انت الوالد يا جدو هذا انا راه كيدير الصدقه على جدو وحي بابا صافي سيدي الله يجازيه بخير. ايوا نطلب الله تبارك وتعالى يحفظ الجميع. امين. ويوفق الجميع. امين. والله يعطينا ان شاء الله تبارك وتعالى مرحمته. امين. يا ربي ما تهلكناش بالعطش. امين. يا ربي ما تهلكناش بالجفاف. امين. يا ربي لا تهلكنا بالايات. امين. يا ربي خلي الحاله مستوره. يا رب تختمنا بالإيمان. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد. الحمد لله رب العالمين. بنادم من يقولون له نوض تهضر ما يعرف ما يقول، ما يعرف قاع واش ما يقول. تبانوا لي البرار دريطهم الحديث والمغزل. هذه غير هضره خوه ولا الناس لا تاعي الله يسلمك. ايوا خوه ماشي قران هذا، غير هضره وصافي باش تكونوا ليبر. ايوا يا سيدي واش غادي نقول لكم. هذا السيد راه داير الصدقه على جدو. وسمعنا بعض الناس يقولون الله تعالى يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان ما عنده يوم القيامة إلا العمل اللي خدمه. معناه ما قبل بكم لا الصدق على السيد اللي مات ولا والو. فقالوا في كثير مما اعتمدوا عليه من الدلائل، الدليل الأول اسمه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الدليل الثاني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال، يعني غير اللي خدموا يشوفوا. يقول لك يا سيدي هذو اللي جاوا موراك وبغاو يديروا لك الصدقة، شكون قال لك اخويا باللي غادي تقبل منهم؟ هو كمل وقال لك هو كان في دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء، فلو أراد أن يعود إلى دار العمل ما قبل الله منه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا إله إلا الله. ما أحلى كلام ربنا. قال لك منين تمشي تزور المقبرة قال لك يغبطكم أهل المقابر، يقول سعداتكم باقي الروح تتردد في صدوركم وما رحلتوش.
احنا نتمنوا لك ربي يردنا الروح نقولوا مره لا اله الا الله. شحال انتم مضيعين ديال الوقت في الهضره في الناس وفي الدفيش، كانكم عياذا بالله ستخلدون وفي هذه الدار ستظلون. كان تعرفوا اصحاب القبور شحال راهم يتمناوا يكونوا جالسين كما راكم جالسين درك، لانهم ازيح عن اعينهم الغطاء فصاروا يرون حقيقه الحياه. لان الانسان من يموت يتحسر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياه هي هذه، ما هذه رعنا غير عسير. الناس نيام اذا ماتوا استيقظوا، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينامون ينامون، يعني الناس نيام الناس نيام اذا ماتوا استيقظوا. احنا ناعسين فوقاش نفيقوا؟ لقيت للموت عاد نفيقوا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. البصر نتاعك اصبحت فيه حده لانك اصبحت ترى كل ما كنت تؤمن به غيبا، ترى الملائكه، ترى مكانك في الجنه، ترى ترى، وتقول يا ربي الغفله اللي كنت فيها يا ربي. فبصرك اليوم حديد. اعود الى ما بدات به. فالناس بعض العلماء من المشرق يقول بما أن الإنسان إذا مات يتمنى أن يعود لكي يعمل لأنه خرج من دار العمل وذهب إلى دار الجزاء، فليس هنالك أبدا من ينتفع به بعد موته. دير الصدقة ولا ما ديرش؟ ما كان هكذا كيقول، لأن ربي يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ها بس ما تنسيت هكذا رم يقولوا شي واحد. ما معنى أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، سورة النجم. ما معناها؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت منين غادي تموت؟ واش غادي تصيب؟ إيه خدمتك؟ واش غادي تصيب خدمة خور ولا؟ اللي خدمته غادي تصيب. يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ها الكتاب نتاعك، ها الكتاب نتاعك، ها هو الكتاب. يقول سيد ربي سبحانه عز وجل الظالم حينما يوضع الكتاب اسمه يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لا إله إلا الله. ما معنى أن ليس للإنسان ما سعى؟ اللي سعيته واللي خدمته غادي تلقاه، ما غاديش تسيب شي عمل ديال الشر دار واحد اخر ويحسبوا عليك. درت خير تشوفوا، درت شر تشوفوا. ومن يعمل مثقال ذرة خير يره الحسنات، ومن يعمل مثقال ذرة السيئات. قال رسول الله صلوا عليه، صلوا على حبيب راسه، ما منكم من أحد إلا ويقف بين يدي ربه يوم القيامة يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. يوقف فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم حسنات، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم سيئات، فمن يعمل ومن يعمل، وينظر تلقاء وجهه ولا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الله. إذا أنت غادي تقف بين يدي الله وغادي تشوف الخدمة ديالك، هذا دليل على أن اللي موراك ما خص يديروا الخير ويطلبوا الله يكتبوا لك أنت في وأنت ميت. هذا ماشي دليل، هذا هذا لو كنت تعطيه الدليل على ان اللي مات يصير خدمته، وهذه حق. فلماذا تجعلون هذا دليلا لشيء لا يستدل به؟ احنا كنتكلموا على واش هاد الصدقه اللي دارها السي هشام على جدو توصلوا ولا ما توصلوش؟ احنا درناها، احنا اللي في دار الدنيا، ما هو روح هو ما يقدرش يخدم. قال لك سيد النبي كيقول اسمعوا اسمعوا
كيقول إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني خرج من الدنيا، خرج من دار العمل، ولكن يبقوا ثلاثة تاع الصوالح إلا خلاهم وراه، يجري الله عداد حسناته عليه بعد موته كأنه لم يموت. شكون هما؟ ولد صالح يدعو له. واحد الولد صالح يدعو له، زيد علم ينتفع به، خلى العلم علم الناس، قرر الناس القرآن، زيد صدقة جارية، واحد الصدقة اللي الأجر ديالها باقي جاري، يبقى أثرها، حاسي حفرو مصحف ورثه، جامع ابنه، الدار ديال الأرملة ابنها سكن فيها اليتامى، أقبر حفرو الواحد الميت ما دام مدفون فيه، وانت تدي الأجر وخرك ميت وحفرت قبرك شي واحد ولا كفنته، فما دام الكفن كاين وخا يبقى فيه خيط واحد والأجر ديالو بحال درك كسيت الحي، لأن الحي بحال الميت في الإسلام، حرمة الحي كحرمة الميت، وكسر عظم الميت ككسره حي. الله كرم المسلم حيا وميت. ولكن قال لك هالكلام هذا عاودك ماشي يدل على ان الناس يديروا الصدقه على السيد، لان الولد شكون؟ هو من اثره، والعلم واسم من اثره، والصدقه الجاريه من اثره، هو دارهم دارهم ومات. قال لك هذا ماشي دليل، ما كانش اللي دار الصدقه، لان الولد ولده وراك يدعي له، قالوا الصدقة الجارية هو دارها، هو حفر الحاسي ومات وراه تستفد الناس. إذا هذا بقى العلم ديالو، هو كان يقرئ القرآن، هو كان يعلم الناس، هو كان يدعي الناس، شحال من عدد نتاع الناس اللي اتهدوا بالدعوة ديالو، فحتى ولو مات لأنه كان سببا في دعوة الناس، فرد غيهم وضلالهم وردهم ورد شروطهم إلى حياض رحمة الله وطاعة الله، هو دارها. قال لك ما عندكم شي دليل اخر، يو نمشيو نضر روحو ما تعشاوش، صافي صافي نكملوا باش نقولوا صافي ما عندناش حنا الحق سيدي، وما عندوش الحق ولدي يدير الصدقه ونوضوا ما نتعشاوش، نقولوا للفقهاء يلا نمشيو نوضوا ان شاء الله، صافي ولا لا؟ ايوا اسمعوا سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال يا رسول الله لقد توفي أبي، فهل بقي لي من شيء أبر به أبي بعد موته؟ مش بقي لي شي حاجة نديرها، ربما مات وكمل وخرج من دار العمل، والآن أصبح مرتهنا في عمله، ويتمنى لو كان يولي للدنيا حتى هو يذكر ربي ويصلي، ولكن حيلة بينه وبين ذلك، وأنا ولدي واش كاين شي حاجة أخرى اللي كنديرها لبا باش كان ينتفع؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثمانية نتاع الصوالح، ثمانية نتاع الصوالح، واسمهم الأولى واسمهم؟ أن تكون صالحا، لأن لو كنت مسخوط في المدفع تقول الله يحرق لي ربك، الله يدير لي ربك، كون غير صالح، منين مات فات يقول الله يرحم لي ربك، الله يرحم الكرش اللي رفداتك، غادي تفوت على واحد المرا شيبانيه ما قدرتش تفد القصه الكباسو، تقول لها امي انت امي انت اعطيني نرفد عليك، فين ندير؟ وندير لها بالعرق حتى للدار، تبقى تقول وليدي روح روح والديك الله يرحمه الله يروح قبره، الله يرحم اللي خلاك، الله يدير اللي خلاك، راه فاتوا عليا واحد الغوال، كل واحد كي غول حتى واحد ما شفيته، انت عارف التعليه الله يدير لك. ها صلاح يكون صالح، خص يكون صالح، ماشي يكون الله يسترق لك العقرب منين ما فات يقرص، منين ما فات يقول اعوذ بالله، الله يدير لباك، الله يدير لامك، فتنزل اللعنات على والديك بسبب سوء اخلاق ولدك، هذا خصك تكون صالح. صالح ما معنى صالح الوقت؟ شكون يقول لي ما معنى الولد يكون صالح؟ يقول لي معك يخص ان شاء الله يقوم بالفرائض ويترك الكبائر. الصلاه واش عباد الله انت تدعي لباك وما تصليش؟ يدري يقبل بك سيدي ربي، انت عدو ديال ربي ما تصليش؟ ربي قال لك سيدي النبي قال لك ولد صالح عادي يدعو، منين يكون صالح؟ اما لك الله يستر فاسد ربي ما قابلوش، كيف يقبل الله دعاء انسان يحارب الله ويضيع فرائض الله ويرتكب المعاصي
التي يهتز لها عرش الرحمن، ياكل الربا، ياكل الرشوه، مسخوط الوالدين، قاطع الرحم، يمشي عند الجزانه، يمشي عند السحار، يهدر في الناس، يمشي بالنميمه بين الناس، يشتت في الناس، يخرب الناس، يخدع الناس، ينقر من الناس، يكذب على الناس. وي الى اين عنك ذاهب؟ تبغى تنتفع بك باباك وانت داير هكذا؟ ارحموا والديكم في قبورهم، ارحموا والديكم في قبورهم باش تكونوا صالحين. راه الخميس والاثنين كيما اليوم يتعرض اعمالكم على الوالدين، منين يشوفوها مكفسه يكحال وجههم مع الميتين. يا ربي واسمو خليت، يا ربي واسمو خليت. ياك ما حساب لكم هذا الشيء راه بعيد بيناتنا وبيناتهم، غير القنطره نتاع هذا العالم اللي يسمى البرزخ. ايه تخرج لروحك نتاعك، راك خرجت من هذا القنطره نتاع الدنيا ومشيت لواحد العالم نتاع الانتظار اللي هو البرزخ ما بين الدنيا والاخيره. لذلك يبقاو يستناوكم والديكم، يستناوكم والديكم. اول حاجه الاساس اللي خص يكون عليها الوليدات يكونوا صالحين، ما على صالحين، ما على صالحين، يصليوا يصوموا ابرار، يصلوا الرحم، يكون متخلقين مزيان. اللي فاتوا عليه يقولوا السلام عليكم، فين ما مشوا يقولوا الله يعمرها سلعه، الله يرحم اللي ربك. كاين اللي منين يفوت عليه يقولوا الله يرحم حتى الدوده اللي كلات من باك. يا هذا الرجل الطيب، يا هذا المرأة الطيبة، الله يرحم حتى الدودة اللي كلات امك. الله أكبر، الله أكبر. غير الصلاح نتاعك مازال ما درت والو. واش راكم تفهموا لي ولا لا؟ راكم تفهموا لي قولوا لي واه ولا لا؟ باش نزيد ولا ما نزيد؟ عاودوا نسمع. واش راكم فاهميني ولا لا؟ ولا راني غير ندير القصاص؟ واي واي. ما يحشر ما تحشيش، هذه هي اللقاء التالي معك. ايوا سمعت، ايوا سمعت. ها الاولى، ها الاولى تكون صالح. الثانيه واسمو هي، واسمو هي تخلص الكريدي على والديك اللي ماتوا. ينتفع والداك اذا مات، ومن حقهم عليك اذا مات وعليهم دين، واجب عليك ان تؤدي الدين على والديك. واسمو هو الكريدي اللي على الوالد؟ كاين زوج تاع الكريديات، دين الله ودين خلق الله، دين الخالق ودين المخلوق. شكون هو دين الخالق؟ واحد السيد قال له يا رسول الله مات با ومات فيه الكريدي تاع الصيام، فيه الدين ديال الصيام، واش نصوم عليه؟ قال له يا هذا أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ كان يكون عنده شي كريدي تخلصوا؟ قالوا لا بد. قال فدين الله احق بالقضاء. هذا الكريدي نتاع ربي. صوم، صوم على والدك اللي ماتوا ما صايمينش، اللي ماتوا مرضوا ما قدروش يصوموا وماتوا بلا ما يحييهم الله لقضاء تلك الايام. صوم عليه، كريدي نتاع ربي. الزكاه ما خرجهاش قبل ما تقسموا الفلوس، حق الله خرجوا الزكاه. جاوا عندي شي ناس قالوا با ماتوا ما كانش يخرج الزكاه، كان عنده الحانوت، نروح نديروا شي حساب قبل ما نقسموا باش نخرجوا ذاك الدين تاع بانا اللي هو حق الله. كنا نحسبوا، نحسبوا شحال من سنه. قلت لهم الله يعمرها السلعه، بيكم ربي غادي يرحم باكم، سعدات باكم بيكم. ما انا عرفت شي واحد كيما تباهم وقالوا له فيك الكريدي، قال له روحوا اتبعوه تما، يمشي يتحرك، يمشوا اتبعوه تما، انتم سعداتكم، سعداتكم تخلصوا على الكريدي. اذا كان الكريدي نتاع سيدي ربي اللي هو الصيام والزكاه والحج، ما حش كان عنده الفلوس تمشي تحج عليه، هذه حقوق الله، دين الله. والدين ديال العباد راك تعرفوا، راه سيدي النبي منين يموت شي واحد تيقول لهم ايها الناس شكون مالين هذا الميت؟ حنا. واش هذا اللي مات عليه كريدي ولا معليش عليه دين؟ فإن قالوا لا دين عليه صلى عليه رسول الله، وإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. أنا مش الروح، فإن الله يغفر للشهيد قبل أن تسقط قطرة الدم فتصيب أديم الأرض إلا الدين. الشهيد يغفر له كل شيء إلا الكريدي. سلفت له وناوي تاكله، يقول له أعطيني حقي، يقول لك روح اشكي، روح اشكي. الله خلص على باك الكريدي. كريدي اللي فيه شي كريدي خلص. واش راكم تفهموني ولا لا؟
ما ريش اسمع واش راكم تفهموني ولا لا؟ ما سمعت واش راكم تفهموني ولا لا؟ خلص الكريدي على باب، خلص الكريدي عليه. الثالثة واسمية الوصية، إلا وصوح الوصية شرعية. جاءوا عندي البارح كل البارح قالوا مات بنا في صنيول ورحنا ظهرناه مات في كورونو وغادي نجيبوه هنا، ولكن نرى وصى صح من الماي لما نوصى. قالت أنا ما تدفنونيش في هالبلاد، ولكن كانت كورونا ما خلوش ينقلوه، وضرك جابوا الورقة وخرجوها ورام جايبينها هنا يا. هنا في البادية غادي يدفنوها. قال لك أسيدي وهي قالت لهم تدفنوني في المقبرة نتاع فلان. ثم قالوا لي واش ندفنوها هنا في وجدة ولا نديروا الوصيه نتاعها ندفنوها في الباديه؟ قلت لهم انتم جايبينها من هيك من صبنيول وظهرتوها بعد عامين وهي تحت الارض، وتجيوا ان شاء الله تعالى وديروا بروحكم غادي تنفذوا الوصيه وتدفنوها في وجده. ادفنوها فين قاتلكم؟ دفنوها في الباديه. ومشى جات هديه، جاو ابناتها وجاو ولدها وجاو كل شيء باش عاد اتفق، لانك اختلفوا. واحد تقول دفنوها في وجده، واحد يا سيدي دفنها فين قالت؟ لو كان كانت وصلت واحد الوصيه ماشي مشروعه ما تطبقهاش. بحال مثلا من جات تموت قالت لكم ولادي الا بغيتوا الرضا نتاع سيدي ربي ما تمشيوش عند عمكم، ما تشوفوش، اللي مشى عند عمو راه مسخوخ. تقول لها انت ما تامريناش بالمعصيه، لا تعطي لمخلوق في معصيه الخالق. هذو ثلاثه عقل عقل اسيدي، هذو ثلاثه واسمهم ثلاثه، عاودوا لي واسمهم ثلاثه. شكون يجاوب يدي 5 دولار ويعطيني 7 ملايين؟ اسمهم ثلاثه اللي قلت لكم، يقولوا اسمهم ثلاثه ولا راك غير تشوف الاولى واسمه هي ايوا صاحبي تكون صالح. يا ودي تبانوا لي كاع ما تهتموا ما تكتبوا ما والو، تكون صالح. ثانيه واسمه هي الكريدي. ثالثه واسمه هي الوصيه، من بعد وصيه يوصي بها او دين، اي لا يمكن ان تقوم بتوزيع التركه الا بعد ان يخرج من مال الميت حقه، وحقه واسمه هو الدين جد وتجهيزه الغسيل ديالو والدفينه ديالو والكفن ديالو بالفلوس ديالو والكريدي خرج هذا. هذو ثلاثة والربعة واسمية، الرابعة واسمية زيد الصلاة عليه. واسمية الصلاة عليه، واسمية الصلاة عليه الدعاء تدعيوا له، تدعيوا له. واش غير ولاده ولا ولد صالح؟ غير ولاده ولا كل شيء مسمي؟ واش ينتفعوا الميتين من ندعيوا لهم ولا لا؟ كان شي عالم اللي يقول لا؟ المسلمين كاملين اللي قلت ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات توصلهم كل شيء. انا كنقول واحد الدعاء دائما كنقول اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمع اسمه زيد يقول وصلي اللهم وسلم على سائر النبيين والمرسلين. زيد ورضي الله عن صحابة رسول الله وعن التابعين، سمعوا، وعن كل أتباع النبيين من آدم إلى آخر من يتلفظ بالشهادتين موقنا بهما قلبه إلى يوم الدين. كل شيء كل شيء دائما كنقولها، نقول اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، وصلي اللهم وسلم على سائر الانبياء وعلى اتباعهم، مش ذوك الكافرين، وعلى اتباعهم من الموحدين من ادم الى اخر من يشهد بالشهادتين الى ان يقوم الناس. توصلهم ولا ما توصلهمش؟ توصلهم. واسمو الدليل تاعكم اللي توصلهم؟ واسمو الدليل تاعكم؟ اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال لك سيد النبي من تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا السلام يوصل كل شيء الموحدين من آدم إلى يوم القيامة. الله أوليدي مالك كسرت لك كيس كسك صار صافي صافي هاي صافي. إذا سيدي كل شيء كل شيء كل شيء يوصل،
واش هي الحاجه الاخرى مثلا اللي تدل على ان الدعاء يوصلوا نتاع المسلمين كاملين، ماشي غير نتاع الاولاد، ماشي غير ولد صالح يعني يدعو له. يلا شكون يقول لي اللي جابها صح نعطيه دورو ويرد لي 70 مليون؟ يلا يلا شكون؟ ايوا قولوا لي مالكم، ايوا قولوا لي. يا سيدي غير جاوب ما خاطيك خاطيك خاطيك، هذيك 70 مليون راه عندها شلا امور. ايوا سمعتوا ولا؟ قال لك من حق الميت عليكم كي يموت تصليوا عليه الجنازه. واش هي الجنازه؟ واش هي الجنازه؟ يقولوا واش هي الجنازه؟ ايوا قولوا لي مالك واش هي الجنازه؟ يا الدعاء الميت يا صاحبي، الدعاء الميت يا صاحبي. كتوقفوا هكذا ها هو حداكم هكذا اخر صلاه تقولوا الله اكبر. احنا في الملكيه ما عندناش الفاتحه في الاول ومورا الصلاه الابراهيميه، عندنا بربعه ديال التكبيرات فيهم غير الدعاء. كتدخل هكذا الله اكبر، اسمو تقول اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن امتك، كان يشهد في الدنيا ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم أبدله دار خير من داره وأهلا خير من أهله. اللهم لا تحمله في قبره ما لا طاقة له به. اللهم ثبت عند السؤال منطقه، اللهم نور قبره، اللهم مد له في قبره مد البصر. اللهم إنه قد خلف الدنيا الفانية وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك من واسع فضلك ورحماتك. اللهم استقبله بمحض عفوك وكرمك وأنت ضاحك إليه وراضي عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم يا ربي احشره مع النبيين والصديقين والشهداء. الله اكبر الدعاء، الله اكبر الدعاء، الله اكبر الدعاء. لمن؟ ليه؟ اللهم اغفر له واغفر للمؤمنين والمؤمنات، اغفر لحيينا وميتنا، ذكرنا وانثانا، شاهدنا وغائبنا، كبيرنا وصغيرنا، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبين في الخيرات، يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم. واسمع هذا، واسمع هذا، واسمع شكون اللي يدعو هنا؟ ولاده ولا شكون اللي يدعو؟ الناس كاملين كلشي راهم يدعوا، كلشي راهم يدعوا. المسلم تيدعي للمسلم راه يوصلوا. واش راكم تدفشوا؟ المسلمين كيدعوا للمسلمين راهم يترحموا. ماشي قال لك المسلم المؤمن يدعو لاخيه في ظهر الغيب يستجابوا له. من قال المؤمن ما كانش الحي ولا الميت غايب، سواء في الدنيا غايب عليك راه مسافر او لا غاب عليك بالدنيا مشى الاخيره. يستجيب الله دعاء المؤمن للمؤمن في ظهر الغيب من يكون غايب عليك، لا غيب التراب ولا غيب السفر. هذا هو، هذا هو اسمه كتسمع. ومن بعد في القبر واسمه كاين اخر، واسمه كاين اخر في القبر هذا كتصليو عليه وتمشيو تدفنوا، واسمه كاين يقراوا في مال القران. نعم يقول ما تقراوا القران، قرأوا القران ما تدعوش. كاين شي واحدين يمشوا هكذا باللحيه وعندهم شي شي سراول مطالعين وهكذا واللحيه طويله ويديروا هكذا وحاضرين عباد الله ويديروا الفتنه في القبور. والله لا واحد دا مرته يدفنها والله ما خلاهم يدعوا لها. اقسم بالله لا قمع الناس على مرته مسكينه اللي قتلها بالفقعه، غير بالفقعه، وما خلاهمش يدعوا حتى تموت. قالوا ما تدعوا لها، دعوا. كلشي فاهم 100%. جايبين واحد الدين، خرجوا علينا خرجوا علينا خرجوا علينا. غير هذا بدعه بدعه بدعه. تعرف انت البدعه؟ يا البدعه ديال الصح. تعرف انت البدعه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مين دفن؟ دفن مسلما ثم جلس على الارض واخذ عودا وصار ينكت في الارض. والصحابه كان على رؤوسهم الطير. وشوفوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سلوا لاخيكم التثبيت فانه الان يسال. استغفروا لاخيكم. يا رب يا رب يا رب. قال
قالها في القبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالها المسلمين بعد ما صلوا عليه ودعاوا له في صلاة الجنازة منين دايت فين قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. احنا واحد السنة هجروها الناس. سيد النبي قال لنا كي يندفن ويبقوا يمشيوا الناس يجوه ملكان ويفيقوه ويجلسوه. قال لك حتى يبقى يسمع قرعة آخر المشيع قرعني على آخر المشيعين. ذاك الوقيته واش قال لهم جلسوا له عند راسه ساعة معنا ساعة واحد المدة باش يستانس بكم ويقولوا له يا فلان يا ابن فلان. بحال أنا أقول لعبد الله بن عمر كان كنت حد الطراب نقول لولدي عندك تبقى مشغول بدوك اللي يقول لك الله يعظم أجرك خليه العزاء تا تكمل معايا جلس لي عند راسي خليه حتى يمشي وانت جلس لي عند راسي. قل لي يا عبد الله بن عمر اذكر العهد الذي خرجت به من الدنيا لقد خرجت بعهد الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لك ويسمع لها ويستأنس ويسمع الملائكة ويثبت. قال عمرو بن العاص فاتح مصر رضي الله عنه قال له يا ابني يا عبد الله إذا أنا مت احفروا وأغمقوا فإذا وريت التراب فامكث عند رأسي على قدر ما يذبح جزور ينحر ويوزع لحمه طار باش تذبح الجمل وحتى تسلخه وتقسم اللحم ديالو شحال من ساعه اللي يكون عفري شحال من ساعه خصو يدير زوج سوايع ولا ثلاثه والجمل قداش خصك يعني كيقولوا ثلاث سوايع جلس عند راسي حتى شو هذا شكون اللي فتح مصر صاحب رسول الله وقال لهم قال حتى اطمئن بما اراجع به رسول ربي. الله 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 اذا كان عمرو بن العاص الذي فتح مصر رضي الله عنه وارضاه يقول لابنه يا ابني يا ابني لا تتركني حينما اوارى في التراب اجلس عند راسي على قدر ان ينحر الجزور وان يقسم لحمه حتى اطمئن ما اراجع به رسول ربي. الله 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 شو هاد يقول ما تقراش القرى في القبرة سيد امي ما كانش يقرا القرى في القبرة ما تقراش القرى ادعي له ادعي له ادعي له يقول الحمد لله راه قلت ادعي له الحمد لله راك تقول ادعى الحمد لله راه قلت ادعي له راك تقول ادعي له ما تقراش القرآن. ما الذي يمنعك من قراءة القرآن في المقبرة؟ وسيد النبي يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزورها فإنها تذكركم الآخرة. أليس القرآن تلاوته وتدبره في ذلك المكان يزيدك تذكرا بالآخرة؟ لنقرأ السياد يفتحوا إذا وقعت الواقعة كنت غادي تكلم عليها إذا وقعت الواقعة ولكن شت إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وتكلمت على أحوال الناس في القيامة المقربون السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. إذا راك تقرأ القرآن باش تذكر سيد ربي سبحانه وتعالى أش تقعد تبدعوا عباد الله علاش تبدعوا عباد الله. إذا هذا واسمه هذا واسمه اسمه هذا دعاء. إذا واسمه قلنا الأولى عاودوا الأولى الصلاح الجزء الثاني واسمه الدين الثالثة واسمه الوصية الرابعة واسمه الدعاء الجنازة دعاء وفي القبر الدعاء والدعي له في كله. قالوا قال أحدهم لأحد الأئمة يا أبت هذا عبد الله قال لأبوه الإمام أحمد يا أبت قال له زعما شكون هو الصالح كنت نعرف روحي هو الصالح ولا ماشي صالح اش قال له اش قال له قال له إلا كنت تدعي لباك في كل نهار في كل صلاة أنت صالح ولا ما كنت تدعي له أنت ماشي صالح
باش 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 استدل. قال لي ان النبي كيقول ولد صالح يدعو له، يعني اللي يدعي لباه يكون صالح، اللي ما دعاش لباه بعد الموت نتاعو ما يكون صالح، يحرم الله من الصلاه. وكيقول لك من ترك الدعاء لوالديه في الحياه اذهب الله نوره، اذهب الله نوره وقطع عنه تاييده وسنده. دعوا لوالديكم، اراكم تفهموني ولا لا؟ أتفهموني ولا لا؟ إوا ما تدعوش لوالديكم، والله يوم ما تدعوا لوالديكم ما نسمحلكم يوم القيامة، ما رجعش غنهضر، دعوا لوالديكم في السجود. منين تسجدوا؟ كي تسجدوا تكون قريب من سيدي ربي، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يا ربي راني قريب لك، يا ربي ارحم لي والدي، يا ربي اصلح لي ولدي وليداتي، يا ربي اغفر لي، يا ربي اغفر للمسلمين، يا ربي ارحم المسلمين، يا ربي ما تعذب حتى واحد منكم حبيب رسول الله. اكبر، ربي اغفر لي وارحمني، الله اكبر، سبحان ربي اعلى، سبحان ربي اعلى، سبحان، يا ربي اغفر لي واغفر والدي واصلح لي الوليدات واصلح لي الجيران واغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء من الموت، الله اكبر. الحمد لله. واش راكم تفهموني ولا لا؟ وقول لي واش راكم تفهموني ولا لا؟ أكو تفهموني ولا لا؟ هاي رحمني، هذه أربعة والخمسة واسمو هي؟ والاستغفار له. وكيف الاستغفار له؟ زعما كنت تقول لنا الدعاء، نعم هذاك الدعاء وهذا الاستغفار تأكيدا على أن يظل الولد والمسلمون زين واسمو زين يدعيوا لوالديهم بالرحمة وكذا ويزيدوا يستغفروا لهم. اسمع له واحد الحديث من بعد، بعد غادي نعرف، تعرفوا تعرفوا تعرف من بعد غادي ندير، تعرفوا واحد الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفش الصحه نتاعو، قال لك اسمعوا اسمعوا، من استغفر لوالديه وللمسلمين والمسلمات 27 مره في كل نهار يكون ممن يرزق الخلق بسببه. أو يا ربي يرزق الخلق بسبب كذا، كنت 27 مرة تستغفر له تقول واش ما تقول؟ حفظوا هذه إلا ديتوا غير هذه وكنتوا ديروها ها الباردو ديالكم حفظوها الواش اسمعونا الواش كل نهار قولوا، قولها الصباح قولها نص النهار قولها العشية، المهم دير 27. كنت دايرها لهم ملي كنت نخدم، كنت كنصلي بهم العصر قلت لهم جلسوا نديروا ذيك 27، دير انت ثلاثة حنا تسعة نصليو، دير انت ثلاثة انت ثلاثة انت ثلاثة نكملوا 27. واسمو هي؟ استغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. ها وحدة، استغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين، شارك استغفر كاع المؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. لا يقولها مجموعة، أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نعودها، أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. 27 استغفرت الرزق والوالدين والمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر. هذا الاستغفار، هذا مش حال قلنا، هذا خمسة صلاح تخلص بكريدي، حفظوا حفظوا الوصية، الصلاة عليهم الدعاء والاستغفار لهم. السادسة واسمه هي؟ وزيدوا الصدقة، هاد الصدقة، هاد الصدقة، هاد الصدقة. لأن من قالوا أن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنت غادي تشوف غير العمل ديالك، لكن هذه ما دارهاش هو، درناها حنايا، الخونة اللي ميت
هو يشوف العمل ديالو. وهذاك وهذه هديه راه حنا نعطيوها له حنا، بحال اللي كتكون في الدنيا عنده واحد المجموعه نتاع الرزق يبان عنده قليل، ونجتمعوا نقولوا خونا مسكين راه مضيوب ما عندوش باش يخلص الكريدي، ما عندوش تبارك الله باش يخلص الكريه، ما عندوش باش يخلص الورقه نتاع الماء، راه مرض ودار واحد العمليه راه خص واحد 4 مليون. تخليو خوكم هكذا يقول له لا حشومه العائله ديالو، يلا شكون يدي؟ واحد يقول له انا مليون 500,000 400,000 حتى يعطي اللي عنده درهم يجمعوا له ويخلصوا عليه كامل. هذا في الدنيا. فهذاك اللي راه مسكين اللي هاك ما عندوش كي يدير، يجي ولده ولا ولده ولا ولبنته بحال هذا السيد هذا هشام، قال لك ندير على جدي ويجمع الطلبه يقراوا القران. القران هديه لهذاك السيد، يقرا القران هديه لك. الدرس نقول يا ربي اجعل هذا العمل لله وقبله ودير الاجر ديالو لهذا اللي رحنا حاضرين له. زيد والماكله اللي ناكله ليه، الشراب اللي نشربه ليه، الدعاء اللي ندعيه ليه، الرحم اللي رحنا نتواصلوها ليه، المجلس اللي كتحضروا الملائكه ويباهي بها الله بحال المجلس تاعكم، كل شيء ليه 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 يخرج هذه الليله. ويا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، ويجي سيدي يقول ما ديروا الصدقه حمضه، ما دير الصدقه قرزازه، ما ديروا الصدقه على الميت. الميت ما ديرش الصدقه بالفلوس نتاع الورثه، ما ولدو عنده لاباس عليه بغا يوكل الناس، خوه عنده الفلوس بغا يوكل الناس. انا نشوف الفيديوهات نتاع بعض العلماء مساكين اللي عندهم ذاك الفكر ديال ذيك الشرق، يقولوا ما كانش هذيك راه هذيك نياحه، روح تلعب اش من نياحه هذه. هذيك لو كان القضيه نتاع الفلوس ونتاع الصدقه اللي يديروها بفلوس الورثه، يا سيدي انا خوه ما عندي حتى شي ورث خويا اللي مات، انا نعرض الناس ونجيبهم يقراوا القران ويدعيوا لخويا اللي مات كما مات خويا هذاك القيس. تمنعوني انا باش نجيب الناس والفقراء وحملت كتاب الله واهل الله وخاصته، ونجيب الفقراء ونجيب الشباب ونجيب كل شيء ويديروا الدرس ويستفدوا الناس ويدعيوا لي لخويا ولا يدعيوا لي لبا. انا درك ملي ندير هالشيء ليكم انتم اسمو باغي باغي تقولوا الله يرحم والديك، قولوا لي الله يرحمك الوالد. ايوا عاش ها هو جيت لكاع الصدقه السيده العجدو ديت انا الرحمه للوالدين، ها هي مشات لهم ضرب. يا الله عزيز لو كان ما كانتش هذه الصدقه واش غادي الوالدين تاع غادي يقولوا كاع حد المجمع يقولوا قولوا لي الله يرحم والديك. عاودوا هاد شوف والله الا ربحت انا هاد الليل، والله الا ربحت انا عندي اقسم بالله يا اللي يقول لي الله يرحم الوالدين الى عندي حسن ما يعطيني الدنيا من اللي خلقها ربي الى يوم القيامه، اقسم بالله. سمعتوا؟ ايوا سمعت؟ ايوا ها انت دار تبارك الله الماكله وكذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما ماتت بغيت نصدق عليها واش نتصدق؟ قال له يا ودي تصدق على امك، اسمع ذاك اللي قال لك، قال له تصدق عليها. قال له يا رسول الله واسمه هي الصدقه الزينه؟ والمدينه ما كانش فيها الماء. قال له الماء، ومشى حفر بير في المدينه هذا الصحابي ودارها صدقه على امه اللي سقى، يقول الله يرحم امين فلان، الله يرحم امين فلان. ما نتصدقوش على والدينا، لو كان نتايا ان شاء الله تعرف القيمه نتاع الوالدين والله كل نهار يطلع فيه الشمس تمشي تصدق واخا 10 دور واخا درهم تعطيه المسكين، شري خبزه مش عاد الجمعه، شري خبزه وتعطيها لك المسكين، هذه الوالديه. قام سلاتاي شي ناس ما عندهمش سلاتاي، هذه الوالديه. هذا خصو السكر، السكر الوالديه. هذا خصو الدقيق 5 كيلو دقيق الوالديه. هذا خصو كذا الوالديه، والديه 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 والديه، حتى تمنيت انا ندير كاع العمل، العمل اللي ندير نقول راه الوالديه. انا سيدي انا يا ربي كاع العمل اللي درت صالح وقبلت ندير الوالديه. الله 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 الله. كدير ما تصدقش على والديك؟ سيدي النبي قال لك تصدق على والديك، وحتى اخوك يتصدق على اخوه، وحتى المسلم يتصدق على اي مسلم ويقول يا ربي يا ربي قبل مني هذه الصدقه واكتبها كاع للمسلمين. غادي السيد غادي ان شاء الله تعالى يذبح الكبش. اش كيقول؟ انا ما بغيتش هالكبش ندي لاجري واحد، يقول بسم الله الله اكبر اللهم هذا مني واليك،
اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن أمة رسول الله كلها إلى يوم القيامة. بابا بابا بابا. نزيد لك واحدة أخرى. بسم الله الله أكبر. اللهم هذا منك وإليك. اللهم هذا عني وعن أهلي وعن والدي. زيد. وعن الموحدين من آدم إلى آخر موحد على وجه الأرض. كل شيء يجي ولا جرب ذاك ذاك الكبش. يلا يا سيد. الله. لا السيد يفوت على المقبرة يقول السلام عليكم أجمعين. واسمه يقول واحد فات على المقبرة قال السلام عليكم. قالوا الله غير ندير لهم واحد الصدقة نرسل لهم واحد الهدية. واسمه قال اللهم صل وسلم وأدم وأنعم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة دائمة بدوام وجهك باقية ببقاء ملكك صلاة عدد خلقك ورضا نفسك وقيم الجد في الصلاة على النبي. قال له يا ربي اكتبها لكل شيء هذا اللي راه في المقبرة. منين مشينا جاولوا في المقبرة جاولوا كل شيء. شكون انتوما؟ قال له ماشي انت اللي فت على المقبرة وصليت على النبي وقلت يا ربي اكتب الاجر تاعها لهاد المدينه كامله. راك شوف اللباس اللي راه حنا لابسين هذا الزين هاك هذا الشيء من فضل ذاك الهديه اللي عطيتنا ديك الصلاه على رسول الله اللي درتها لله وقلت يا ربي اكتب الاجر تاعها لكاع مولنا المدينه. الله سعداته هذه الصدقه تصدق عليها بالقران. واحد يقول لي ما نقراش على القران. ما تقراش القران اقرأ انت واقرأ انت ولكن يقول يا ربي تقبل مني هذا القرآن اللي قريته واجعل ثوابه الوالدين ولا ثوابه الخوتي ولا ثوابه قال هذا مقبرة ولا ثوابه المسلمين. هذا راه سعيك انت ماشي سعيه هو. وان سعيهم سوف يرى. انت تشوف السعي ديالك. هذا السعي ديالنا اللي حيين كان صفتوا لك الهدية. ما تفهمش الآية غلط. الآية ما فيهاش ما يقبلش الله سعي الآخرين اللي يسعوا باش يعطيوك انت الكريدي. بحال واحد السيد عنده الفلوس ما قدرش باش يشري الدار هي دير 34 مليون هو عنده 27 شحال قالوا شحال قالوا سبعة حنا نوليو نعطيو سبعة ها هو شرا حنا نعطيو هذا سعينا حنا. واش في الدنيا ما نتعاونوش في الدنيا ونتعاونو. هذه السادسة والسبعة واسمه هي نكملوا السبعة واسمه هي قلت لكم ثمانية والسبعة واسمه هي بزاف. أن تصل الرحم التي لا توصل إلا بها قال موسى صل رحمك يعني ذاك اللي مات باك صل الرحم تاع الرحم ديال شكون هو؟ هو عمك بحال باك كرم عمك كيما باك لاهي أمك كرم خالتك بحال اللي راك تكرم أمك تكرم الرحم ديالهم. أقرب الناس لباك شكون؟ عمك. أقرب الناس لأمك شكون؟ خالتك. إذا كرمهم كرمهم. منين تكرمهم؟ واسمو دير؟ ربي يرفع الدرجة نتاع الوالدين ديالك في الأخيرة وهو بيت كتوصلوا تبارك الله كتمشي عند خالتك تقولها أجي يا خالتي الله يجازيك بخير الله يرحم والديك. الله يجازيك بخير الله يكرمك. الله يجازيك بخير الله يكرمك الله يعلي مقامك. أنت عندي بحال أمه وتدي لها الهدية تقدر روحها ولد أختي. روح ولد اختي الله يرحمك كذا الله يرحم الوالدين الله يرحم حرك بحالي كرمت امك تمشي عند عمك قال لك المسالس العم وصل والاب وباك ميت وتشوف فيه باك كيقول لي واحد عمي مسكين راه حي يقول لي ان شاء الله انا كي نموت الا بقيت حي انت اللي غادي قلت له عمي واش هذه تقولها لي عمي هذه تقول لي باش انا نوقف ما. عمي انا راني ولدك عمي واش هادشي تقول لي قال لي روح حاول خويا روح حاول خويا الله يدير لك الله يدير لك الله يدير لك قلت له ولكن ما عرفناش واش نبقاو موراك ولا نموت نقول بك ولكن نعطيك العهد الا خلاني ربي هكذا الا ربي داك وانا حي راه ما يخص حتى شي حاجه الحمد لله هذا عمك في الاخير ان شاء الله تعالى اللي كملت راه تفلي الدواء على الحركه ماشي يعني حركه بحال اللي راه يمكن غادي يجي الشلال الله يشلل لنا واياكم بالذنوب امين. عرفش يا سيدي الثامنة واسمو ديال الثامنة واسمو هي من بعد الرحمة سيدي أن تحفظ ودهما واسمو الود ديالهم تكرم صحابهم إلا كان باك فقير كرم صحابه الفقراء
كان باك طالب قرب كرم صحابه الطلبه، كان باك موظف وكان عنده صحاب موظفين كرم ذوك الموظفين، كان باك عنده شي حرفان تاع كوردوني وعنده صحاب الحرفيين يتلاقى معهم كرم الكوردونيه، كان باك سيكليست وعنده صحابه كرم صحاب السيكليست، كان باك عنده المخبزة كان يخبز وعنده الخبازة كرم الخبازة، كان عنده باك باك ميكانيسيان ومع أصحابه كرم الميكانيسيان، كان باك يلعب الكورة كرم اللاعبين تاع الكورة، كان باك يغسل الطباسة في القهوة غسل هذوك السربية نتاع الطباسة. فهميني ولا واش تكون فهمي ولا لا؟ كلها هو الوليد ديالو فاش خدام، انا باك كان طالب كان قارئ للقران، كنت كنتلاقى مع صحابي كيشوفوني يشوفوا فيا با با وانا كنشوفهم نشوف فيهم با، بقاو على ذاك العهد حتى ماتوا كلشي، بقاو تسرسلوا واحد 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 وتلاحظوا. اذا هذو اللي يقولوا لي باللي لا ما عطش شبعت ما تعيش مع وان الانسان انسان الا ما سعى، اقول له عليك قبل أن تفتي في دين الله أن تكون على علم وأن تفهم كلام الله وأن تقرأ ماذا قال المفسرون والعلماء، ولا ينبغي أن تنتصر لرأيك فقط، ولا ينبغي لأمر فيه سعة أن تضيق على الناس. الدين ديالنا واسع، هو ماشي فهمك أنت، الدين ديالنا راه باين. لذلك بغيت هذا النهار باش نسمعكم هذا الشيء، لان راه كاين واحد العرق عندنا المتدين بدا اشقر القران ديناش صيدنا حرمتونا حتى ندعيو لخوتنا ونديروا عليهم الصدقه. والله ما نسمع لكم غير نحاربكم بالشرع، شرع الله اللي بغيتو انتوما تستأسدون بغير علم. عندكم زوج حروف، لا تستقيم الكلمة العربية على ألسنتكم ولا تعرفون كيف التعامل مع القرآن ولا مع السنة ولا ضوابط الفهم، ثم بعد ذلك تعتمدون قال فلان في الشرق قال فلان في الشرق. هذا اللي في الشرق غير برحجة، احنا عندنا الأئمة العظام، عندنا الصحابة وعندنا الرسول وعندنا الأئمة العظام وعندنا مالك وعندنا الشافعي وعندنا الأوزاعي وعندنا الليث بن سعد وعندنا سفيان الثوري وعندنا سفيان بن عيينة وعندنا الفقهاء وعندنا العلماء وعندنا انت جيت غير البارح قال هذا كلام واحد تبعته فيه واحد العرق الذي أسسته بريطانيا من أجل محاربة الإسلام ونقل مواجهة الأمة ضد العدو الخارجي إلى مواجهتنا في الداخل لكي يكون معول لهدم الأمة في الداخل وزيادة الفتن وتفريق الأمة. هالشي اللي نكمل به باش الشباب ما يبقوش يغتروا. سامح كان 20 عام هو يدرس عندي ويحضر لي الجلسات وفي التالي تلاقاو به، قال لهم النهاري ضال، احنا مختلفين معه في العقيده. الله اكبر، تولوا عديان كيشوفوني يهربوا بيا. هو عمرو كانوا يقراوا عندي، كانوا تلاميذ ديالي ولاو دارين الحياه ويبدعوا في الناس. سمعتوا؟ واسد الله يرحم هذا، الله ينور قبره، الله يرحم اموات المسلمين ووالديكم كما الله يرحمهم، امين، والله يرحم كاع اللي قال لا اله الا الله، امين، والله يرحم الموحدين من ادم الى اخر من يتلفظ بالشهاده لموقن بها قلبه الى يوم الدين، صلى الله وسلم على حبيبنا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب. اسمحوا لي انا طولت عليكم الوقت، اسمحوا لي بزاف اسمحوا لي. اول سلاح Thank you.
مشات هذه شوف. Thank you.